مباراة المغرب وفرنسا في الجولة الأولى من دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط لكرة القدم التي تقام في مدينة وهران بالجزائر. لكي تشاهد المباراة ما عليك فضل الضغط بزر اللايك والاشتراك بالقناة، وشكرا لكم مسبقا. سوف تلعب هذه المباراة في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت المغرب والجزائر وتونس، الساعة 9 بتوقيت القاهرة، والساعة 10 بكل من توقيت قطر والسعودية والإمارات. أما بالنسبة للقنوات الناقلة للمباراة، قناة الجزائرية السادسة الناقل الحصري للمباراة. نتمنى لكم فرجة ممتعة، ولا تنسوا دعمنا بلايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الخاصية تصل الكل لكي يصلك دائما المواعيد وتفاصيل المباريات القوية والمقبلة، ونضرب لكم موعد في موعد قادم.